نستثمر وجود حضرتك في سؤالك عن آخر خططكم التطويرية وماذا حققتم خلال هذه الفترة في المنافذ الحدودية. هناك خطة على فرعين، الفرع الأول هو مكافحة الفساد وعمليات التهريب اللي موجودة، وهناك عمليات ضبط نوعية في كافة المنافذ من أجل إحكام السيطرة عليها، وفي الشق الآخر هناك عمليات تطوير للمنافذ عن طريق المحافظات وفق قرار مجلس الوزراء 455. ملف المنافذ الحمد لله بدأ في طريق تصاعدي فيما يخص تحقيق الإنجازات وإحكام السيطرة، وأهم ذلك هو إدخال العمل الإلكتروني في التدقيق لمنع عمليات التزوير أو التلاعب بالمال العام. نعم، متى نشهد أتمتت كافة المنافذ الحدودية بنسبة 100%؟ هذا الموضوع هناك جهود بذلت من قبل هيئة المنافذ وكذلك الدوائر العاملة. فيما يخص الأتمتة الجمارك، هناك قرار من مجلس الوزراء رقم 183، والآن الهيئة العامة للجمارك ماضية بتطبيق هذا القرار، وإحنا بالمتابعة ودعم أي خطوات تصل إلى جهوزية العمل الإلكتروني. تحتاجون دعم معين أو تحتاجون أو تواجهكم أمور معينة في تطبيق هذا القرار دكتور؟ إحنا بالنسبة كمنافذ حدودية لدينا برنامج تم إنشاءه بجهود ذاتية نمارس من خلال عمليات التدقيق على كافة الإجراءات اللي موجودة، أما باقي الدوائر أكيد هناك متابعة حكومية وتوجيهات من أجل الجهوزية والتكامل في هذا الملف.